السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هالنهار فيديو جديد ان شاء الله. الموضوع ديال الفيديو غادي يكون هو ترتيب وتنظيم ديال الثلاجة وتقضية الاسبوع كما كتشوفوا معايا. مراها ان شاء الله غادي نتقاسم معكم الغديوة ديالنا اللي غتكون عبارة عن سندويتشات خفافين وفاسيل وغابيد وكيعجبوا لا بليبار ديال لي جون. لي سندويتش سورتو في الصيف كيكون مفضلين. دونك نتمنى تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو ومرحبا بكم. من طبيعة الحال اول حاجه كنبدا بها هي نخوي بعد الثلاجه باش نعرف داكشي اللي عندي واللي باقي صلاح واللي خصو يتلاح واللي خصو ينتكل سوغ لو شون باش كومسا نعرف شنو عندي. دونك خويتها مسحتها. انا كنستعمل الخل مع الماء باش كنمسحها من الداخل، وهذوك لي كونتينر ولي زيتاجير كنغسلهم مره في الاسبوع ولا مره في الاسبوعين على حساب. شي مرات كتبقى نقيه دونك الاسبوعين عاد كنغسلهم الا كانت دلعت لي شي حاجه ولا كانت راكو عارفين كيوقعوا لي زاكسيدون ولا جو بريفير نغسلهم على نمسحهم باش كومسا يبقاو لي مقادين وسورتو عندي زاج دونك الا بقات شي طاشه راه ما كتمشيش بالدوغشون. دونك هذاك الكونتينر الصغير اللي لتحت كندير فيه لي برودوي ليتي لي فرماج زبده كنخليهم كاملين اونصومبل وهنا في هاد لي طاجير ديال الوسط يعني اللي كتكون هي في الوسط ديال الثلاجه كندير لي برودوي اللي كيكونسوميوهم بزاف الدراري. كو عارفين الثلاجه قبل ما تكون واجهه ديال شي حاجه اخرى خصها تكون عمليه للعائله. دوك انا وليداتي صغار ودونك خصني شي الحوايج يكونوا محطوطين في الطول ديالهم وباش يشوفوهم. دونك في هذاك ليطاج الوسطاني كندير لهم المشروبات اللي كيبغيوهم وهذا البلايص اللي كنحتاجهم انا كنديرهم في بلايص مخبيين باش كومسا راني عارفاهم فين راهم. انا لاحظتوا الخضره اللي كتكون عندي ديجا محلوله مثلا تما راني محيده الطرفه ديال الفلفل باش ما يخسرليش ديما كنحط معاهم هذاك البابي اوبسوربون باش كيحيد ليميديتي وكيبقاو لي اطول مده ممكنه. لي ديسير كنغسلهم دائما باش كما قلت لكم يبقاو عمليين نحطوهم في الثلاجه غيهزوا كل سيرتو الدراري. حتى في هادوك هاد لي باك لي لتحت راني مفرشه البابي ابسوربون لتحت باش يابسوربي لوميديتي واشاك فوا كنحس به في زق ولا كنبدلو. هاد لي كونتينر اللي فيهم المطيشه والفلفل حتى هما راني مفرشه لتحت البابي. نفس الشيء الا لاحظتوا بالنسبه للديسير ما كنعتمدش بزاف على لي هادوك لي كونتينر باسكو كيشدوا لي البلاص كما قلت لكم وما كتبقاش تبان وليداتي ما تبان لهمش شنو راه كاين لداخل حيت هما باقيين مصورين ما كيبان لهمش. دونك جو بريفير نحط داكشي محطوط باش يبان ويكون عملي اكثر وما يشدليش اتساع. بالنسبه لهاد الاوراق الصباني خليتهم في الباك ديالهم لان اصلا كيتشراو مغسولين منقيين ناضين واجدين للاستعمال دونك نخليهم في بلاصتهم. الا شفتهم تنداو حتى هما كنزيد لهم واحد البابيي ديال لابسوربون لداخل باش يبقاو لي اطول مده ممكن. Thank you.
بالنسبه للبيض انا كنديرو في دي كونتينر وكنخشيه لداخل، ما كنديروش في الباب، لان البيض راه خصو يبقى في واحد الحراره ستابل باش يبقى الماكسيموم فخي. ما الباب هي زعما ماشي بلاصه مناسبه باش يبقى فيها البيض، حتى انا درت واحد هذه الغلطه مده سنوات، ولكن دابا عرفت بانه خصو يبقى في بلاصه اللي ما فيهاش الحراره كتبدل بزاف. باغ كونط خلي صوص ولي بحال هكا المايونيز، هادو حوايج اللي كيصبروا ما خصهمش بروده زعما اللي هابطه بزاف، دونك هما اللي كنديرهم في الباب. ومع الحليب مع بحال هنا هاد لابودغ داموند كنديرها باش ما تشدش معهاش ليميديتي، دونك كنحطها هنا. القهوه الحوايج اللي ما كيحتاجوش واحد درجه الحراره اللي بارده بزاف، دونك هما اللي كنديرهم في الباب. الغديوه ديالنا ان شاء الله كما قلت لكم غادي تكون عباره عن سندويتشات بلي كروفيت. خديناهم زعما صاينين وغادي نصاوبهم في الدار. علاش؟ لان عندنا بزاف ديال لي بريفيرونس في الدار، كاين اللي يبغي ياكلهم غير هكداك، كاين اللي يبغي ساندويتش، كاين اللي يبغي، دونك هذوك اللي مقشرين ما يصلحوناش، لان فاش كيطيبو كيوليو غير صغيورين، دونك نجيبو هادو باش اللي بغى ياكلهم صاينين ياكلهم، اللي بغى ساندويتش ياكلهم، اللي بغى كل واحد يدير اللي بغى. توسكي حوت اي ساندويتش غي سي لا سبيسياليتي ديال موماري، دونك هو اللي كيتكلف بهم. بعد ما قشرهم ونقاهم دابا غادي زاد عليهم شويه ديال الزيت، وهادي لاصوص نيوك مام كتعطي واحد اللذه. الحوت في الدجاج حقا في كلشي انا كنستعملها بزاف، الا لاحظتوا كاع في لي غوسات ديالي. هادي لاصوص سوجا، وشويه ديال الملح. بيان سور في الملح يلفو توجور فيغ اتونسيون، لان لاصوص سوجا راها مالحه، وحتى هذيك لاصوص نيوكمام حتى هي مالحه، دونك غير شي شويه سينو غيجيكم مالح بزاف. صافي خليهم شي شويه يترقدوا في هاد لاصوص، ومن بعد ندوزو للطياب. الوغ بالنسبه لوليداتي الصغيرين خصهم غير كروفيت بوحدو، ما فيه حتى شي حاجه، لا توما لا قزبر لا معدنوس لا حتى شي حاجه، درناه لهم سو فورم دو هكا دو بروشيت. وبالنسبه ليا وماماري ولدي الكبير كنديرو مع لاصوص، دونك كنديرو في المقله يتشحر. مهم البنات راه في الساعه كيطيب لي كروفيت، راه 5 مينوت نقولوا، الا كانت النار مجهده راه 5 دقائق، لان لا زاد كثر غيقصح، دونك فو فيغ تري اتونسيون باش ما يقصح لكمش. هنا زاد شويه ديال الثومه، وشويه ديال الربيع. كنخليهم هكاك صاينين، راني قلت لكم على حساب الدراري، لان ما كي ما كيبغي ما خصهمش يكون داكشي مقطع صغير باش ياكلوا. بالنسبه لا غارنيتور كل واحد، المهم انا كان عندي سبانخ هذا النهار دونك درناهم. هادشي كيبقى على حساب الموجود وعلى حساب لي بريفيرونس. مطيشة أو شوية ديال لي كورنيشون. المهم كيحيد هداك لي كروفيت في نفس هاديك لاصوص اللي بقات، غادي يزيد فيها البيض، البيض دار فيه غير شوية ديال الملحة لأن ديجا هاديك لاصوص راها مالحة، أو شوية ديال البزار، وصافي غادي يطيب بيض عادي.
ودابا غيدوز للدريساج. كل على حساب ملي قلت لهم كل واحد شنو كيبغي في الدار كيدير له داكشي اللي بغا. ايوا هذه هي الطبيله ديالنا، درت معها شويه ديال الدسير حطيته في الطبسيل مع شويه ديال العصير وها هو غدانا واجد. نتمنى على فيديو تعجبكم وتشجعوني بلي لايك كما العاده البارطاج، ونتلاقاو ان شاء الله قريبا في فيديو جديده. ايوا شكرا، مبروكه.